صباح الخير مشاهدين الكرام. اليوم هيك حابة أتمنى لكم نهار عن جد مبارك وحلو، ونهار في شمس وفي حياة. اليوم بدي أحكي على موضوعين، أكيد خبريتي اللي هي بتحكي على موضوع، اليوم بدي أحكي على فقر الدم، وبدي كمان اليوم اتوجه لكل امراه عم ترضع ونحكي شوي عن شو الاكل اللي بدها تناولهم خلال الرضاعه. طبعا بحب اذكركم دائما انكم فيكم تتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد، فيكم تسالوا اسئله، فيكم تعطوني كمان افكار لكون عم بعطي مواضيع جديده بتهمكم ونكون عم نحكي عنها على شاشه الام تي في. كمان فيكم تتابعوني على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك تكونوا عم بتتابعوني. طيب رح بلش اليوم بخبريتي اللي هي عن فقر الدم. تعرفوا بالإحصاءات اللي هي صايرة من تقريباً عملت 20 سنة لهلأ، تبين أنه مع الوقت العالم بالإجمال عم ياخدوا حديد من خلال الأكل بكمية أقل من قبل. بالنسبة للنساء خف تناول الأكل اللي بيحتوي الحديد بنسبة 6.6%، وبالنسبة للرجال 9.6%. طيب هون شو عم بيصير؟ اللي عم بيصير إنه المزروعات عم تنزرع قريبة من بعضها، وطريقة الري ما عم يخلي هالمزروعات مثلاً الخضرة والبقوليات تكون عم تحتوي الكثير من الحديد. هاي واحد. رقم اثنين، صار في ترندز بالأكل، مثلا العالم عم تتناول الاكل اللي هو قليل بالنشويات. نحن بنعرف انه عندنا نشويات خصوصا اللي هي معلبه، مثلا اذا كان عندنا الرز اللي هو معلب، او اذا كان عندنا حبوب الترويقه، هول الاشياء هن مدعمين بالحديد، فاذا الوقت اللي الشخص هو ما عم ياخذهم عم ياخذ كميه حديد اقل. كمان شغله ثانيه صايره هو ابتعاد النسبه كبيره من الاشخاص عن تناول اللحم الاحمر، ونحن بنعرف انه الحديد موجود بكثره باللحم الاحمر. فعم نشوف هون كيف هالترندز بخلال الحياه عم يخلونا انه نكون عم في عندنا معادن معينه او فيتامينز معينه عم تكون عم تخف بحياتنا، وهون بنعرف انه فقر الدم يمكن يصيب الاولاد على الاكيد، يمكن يصيب البنات وخصوصا في سن البلوغ، ويمكن يصيب الاشخاص طبعا اللي هن ما عندهم قدره على امتصاص الحديد، وطبعا كمان إذا تناول الحديد كان بكمية قليلة وصار عندنا فقر دم، هون رح يكون في تعب، إرهاق، رح يكون بالآخر يؤدي لمشاكل توقف القلب. فإذا هون قديش هو مهم إنه نحن نعرف إنه عم نتناول أكل منوع، قديش نحن مهم إنه نكون عم نعمل فحوصات دم سنوية لنعرف كمان إذا عندنا نقص بحي الله شيء لنكون عم نعرف وين نحن نحيطه. هيك حبيت خبر هيدي الخبرية لشوي يكون عنا توعية بهالموضوع. رح أرجع هون على موضوعي الأساسي اللي هو على البريست فيدينج، أما الرضاعة. هلأ الرضاعة طبعا نعرف قديش هي مهمة لعدة أسباب. هي مهمة للإمرأة لصحتها النفسية ولصحتها الجسدية، وهي مهمة كثير للولاد، وبين أهميتها بحماية الولاد ضد أمراض معينة للمستقبل، أمراض القلب، السكر، وكمان ببين كمان قديش هي مهمة كرمال نموهم الذهني. هلا اوكي اجينا اجت المرأة قررت انه ترضع البيبي، شو هي المعلومات اللي لازم تعرفها؟ أول شغلة إنه نحن بالرضاعة بنكون بدنا نعطي دهنيات، بدنا نعطي بروتين، نشويات، وبدنا نعطي كل الفيتامينز والمعادن للولد، وبالحقيقة الرضاعة بتأمن له هالشيء للبيبي. ولكن أنت يا إمرأة أول ما تكوني عم ترضعي، أول فترة بالكم دقيقة من الرضاعة بينزل مي أكثر من الحليب، وبعدين مع الوقت بالرضاعة بيكون عم ينزل أكتر حليب، وهون بيصير عنا هيدا الحليب اللي هو مركز بكل هالمواد الغذائية اللي أنا قلت عنها. فإذا هون كتير مهم إنه الإمرأة وقتها ترضع تكون عم تاخد وقتها بالرضاعة، هي وعم ترضع على كل مرة عم ترضع فيها. فهيدي شغلة حبيت نبهكم عليها. شغلة تانية، نحن بنحكي دايما إنه الإمرأة المرضعة هي بتقدر تتناول تقريبا 500 وحده حراريه زياده عن شو هو جسمها بيطلب. هلا رح فسر هون هالموضوع.
أول شغلة أنه إذا الإمرأة كانت بالأصل جسمها بحاجة ليأخذ 1500 كالوري مثلاً، لكن هي لازم تأخذ 2000 كالوري. طيب إذا جسمها هو بحاجة يأخذ 1005 وهي أوريدي بتأخذ 2000، مش ضروري تكون عم تزيد بأكلها. فهون كمان شغلة حبيت أنا أكون عم وضحها. هلأ ليش نحنا لازم ناكل زيادة؟ لأنه هالحليب اللي عم يجي اللي هو مليان بهالمواد الغذائية كلها، طب ما هو بده طاقة، فنحن بدنا نكون عم ناخد الكالوري الزيادة اللي هن رح يكونوا مصدر الطاقة لحتى يكون الحليب في بنقول له good quality، الحليب المضبوط بكل المواد الغذائية. فإذا هل في سحر إنه هالأكلة بكلها هي اللي بتخلي يجي حليب أكتر؟ أما هالأكلة أنا اللي بدي أقولكم إياه هو بالحقيقة، وما تتفاجئوا لا، هو نحن لازم ناخد الكمية المضبوطة، غير إنه لازم الإمرأة تكون عم ترتاح وإلى آخره، ولكن هون بالنسبة للأكل بدها تكون عم تاكل الكمية المضبوطة، فهيدي شغلة كتير مهمة. هلأ لكن هيدا الحليب هو حليب مركز، حليب بيحتوي لكل 100 مليليتر تقريبا بين 60 و75 وحدة حرارية، وهون شفتوا كيف عم تختلف، لأنه بتختلف الوحدات الحرارية من أول ما نبلش رضاعة لبعد كم دقيقة من الرضاعة. فإذا نحن عم نعطي طاقة، بحاجة لناخد طاقة لنكون من خلال الوحدات الحرارية لنكون عم نعطيها. هلأ من ناحية تانية، أكيد نحن وقت نكون عم ناكل لازم نكون عم ناكل أكل منوع. وقت أحكي أنه 500 وحدة حرارية زيادة، تأكدوا إذا أخذنا فنجان حليب كامل الدسم مثلا مع أبعة الجبنة كنا عم نوصل لل 500 وحدة حرارية، أو أخذت 2 توست بينات بطر مع الموزة كمان في يكون عم بوصل لل 500 وحدة حرارية. فإذا هل 500 وحدة حرارية نحن منقدر نوصل لها؟ من هون هل الامراه بحاجه لتاخذ سبلمنتس اما لا، وهل هي فيها تعمل رجيم قاسي؟ انا اللي بدي اقوله رجيم فيها تعمل، لانه نحن الرجيم يعني اكل منظم، فمنه غلط اذا نحن اكلنا مزبوط واعطينا كل المواد الغذائيه. هل رجيم قاسي؟ على الاكيد لا، لانه وقت يكون رجيم قاسي وما عم تاخذ الوحدات الحراريه الكامله، اكيد الحليب ما رح يكون لا بالكميه المضبوطه ولا بالنوعيه المضبوطه. فإذا فينا نعمل رجيم، ولكن لا ما رح يكون رجيم قاسي. هل هالرجيم رح يضعف الإمرأة؟ مزبوط، ولكن مثل كل شيء ومثل كل الأسام ومثل كل الأوقات، في أشخاص رح يتجاوبوا بطريقة أسرع من الأشخاص التانيين، وطبعا هون حسب أصلا الوزن شو هو، حسب أصلا هي شو كانت أخذة وزن بالحبل. فالإمرأة اللي كانت بالحبل أخذة وزن أكتر هي رح تضعف أكتر من الإمرأة اللي أوريدي هي ما أخذة وزن كثير اما هي ضعيفه. فهون طبعا عندنا حسب كيف كان الوزن بالحبل وشو هو جسمها كمان قديش هي وزنها بالاصل. هلا طيب نحن قررنا انه ما ناكل اكل مغذي، وقررنا انه بدنا نضعف مهما كان الثمن، وطبعا هلا في اشخاص سامعيني ومزبوط هن عاملين هيك، هل هالشيء بيضر البيبي؟ أنا بدي أقوله في إن في عنا فيتامينز اللي هن تقريبا الفيتامين بي بي 1 بي 2 بي 3 بي 6 بي 12، في عنا الأيودين، في عنا كذا مادة نحن بالأكل لازم نكون عم نوفرها كرمال توفر للبيبي. ولكن في عنا أشياء معينة رح أعطي مثلا الكالسيوم والحديد فينا نحن ما ناكل زيادة وتضل متوفرة للبيبي، عظيم. ولكن شو بيصير؟ بصير عم تنقصكم إلكم. فإذا أنا في يكون عم بحمي البيبي بكل الأحوال، ولكن أنا عم يصير معي فقر دم إذا ما أكلت كمية أكل في حديد مزبوط أو أكل في كالسيوم مزبوط، وهيدا الشيء في أثر علي هلأ أو في أثر علي بالمستقبل. مشان هيك هون أنت لازم تاكلي مزبوط كرمال البيبي وكرمالك كمان. أوكي هلأ فإذا هولي الأكلات. كمان سؤال بنسأله، هل أنا لازم أخد فيتامينز؟ إجمالا أنا بحب أنه نضلنا عم ناخد المالتي فيتامين، ومثل ما قلت لكم إذا بدنا ناخد كالسيوم أو لازم ناخد فيتامين دي لأنه الأكل ما بيقدر يوفرنا الفيتامين دي، فاين. الكالسيوم مثل ما قلنا إذا أنا ما عم باخد كمية أكل تحتوي على الكالسيوم، لكن رح يصير عندي أنا نقص بالكالسيوم، فمنيح كون عم باخده سبليمنت.
إذا كمان أنا شخص ما بحب أخذ سبليمنتس، لازم أتأكد أني عم باكل النوعية المضبوطة. وطبعاً هون نحن كأخصائيين تغذية شغلتنا أنه نكون عم نعلمكم كيف تاكلوا النوعية المضبوطة. بعد بنسأل من الأسئلة اللي بنسألها على الكافيين. هل الكافيين وقت تشربه الامرأة المرضعة بيروح للبيبي؟ 1% من الكافيين اللي بتاخدوه مزبوط بيروح من خلال الحليب للبيبي. شو رح يأثر على البيبي؟ أكيد بخليه ما ينام مزبوط بالليل، بخليه شوي بنقول له هيك منه مرتاح، وهالشيء كمان ما رح يريحنا. فنحن هون الجواب هل في اشرب كافيين للسؤال؟ الجواب هو ايه، فيكن تشربوا معدل تقريبا فنجانين بالنهار، بس تأكدوا انه ما تشربون وترضعوا دغري، يعني بركي بنترك ساعتين وبعدين بنرضع، اما بنرضع وبعدين بنرجع بنشرب القهوه. شرب المي، شرب المي كتير 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 ضروري. بتعرفوا انتو كل ما كنت عم ترضعي بتحسي انه نشف ريقك بدي اشرب مي، فهيدا الشعور اللي نشف ريقك ما لازم نوصل له، فلازم دايما نكون عم نشرب مي حتى ما نوصل لهيدا الشعور. ودايما تأكدي انه وقتها تشربي مي ما رح تكوني بحاجة لتاكلي كتير حلو. امرأة المرضعة بيجي عبالها تاكل حلو، ليش؟ لأنه بكتير أوقات تكون هي عطشانة، والمسج يمكن بيطلع على الدماغ إنه أنا بدي أكل شيء والشيء الطيب اللي الشخص بيرغبه هو الحلو. فإذا شرب الماء بيكون كتير ضروري. أخيرا، هل إذا أنا باكل مأكولات مثل المأكولات اللي بنحس البقوليات لنقول الفول الفاصوليا الحمص، أو إذا أكلت البروكولي أو إذا أكلت الملفوف، هل هالشيء ضروري إنه رح يعمل غازات للولاد؟ فأنا بوقفهم قبل ما ردع، يعني خلص بدي ردع ما باكلهم هالأكلات. أنا بدي أقول لكم أنه هالأكلات هي كتير كتير ضرورية وهي أكلات صحية، فإذا أنا ما بدي تكوني عم توقفيهم. وفي دراسات بتبين أنه هالغازات كلها هي ما بتنتقل لعند البيبي. هلا في اولاد هن كثير كوليكي بيبيز بيكونوا، هون فينا نحن نكون عم نجرب شو المشكل اللي هو ضايقهم، بنجرب بس ما بنقطع الاكل قبل ما نحن نشوف اذا في عندنا مشكل اما لا. وبضل عندي عدد قليل كثير من الاولاد بيعانوا من حساسيه الحليب، حساسيه الالرجي. فاذا عم يعانوا من حساسيه الحليب بنعرف هالشيء وقت يطلع لهم راشز حبوب بجسمهم، وقت يطلع لهم اما الخروج بيبقى في دم، مش اذا هن بس شوي هيك كانوا ممغوصين. فهون اذا في عندي هالالرجي ساعتها مزبوط، ساعتها الامرأة المرضعة لازم توقف كل شيء له علاقة بالحليب ومشتقاته. فهون نحن ما بدنا ناخذ قراراتنا عشوائية، نحن بدنا نمشي خطوة خطوة ونشوف الولد شو هو كيف عم يتجاوب معنا، ونحن نكون عم نرضع نحن ومرتاحين، نحن وعم نحب شو عم نعمل، نحن وعم نحب البيبي. وبنفس الوقت بدي اقول لكم بكل الاحوال رح ترجعوا تضعفوا، فبناكل مزبوط، بنرضع، بكون مبسوطين باللي عم نعمله، وهيك بكون هالشيء منيح لنا وبكون منيح للبيبي كمان. انا بلتقي فيكم جمعه الجاي الله راد، وبتمنى لكم نهار مبارك.